الاضحيه القانونيه راه الاستاذ اكرروت داكشي اللي قال نتوما راك اكدتوه. الا كاين شي سؤال اخر نخيضوا فيه استاذ شريه زميل ديالنا راه شرحنا ديك السيمانه نعاودوا نفس الكلام. هو من الناحيه القانونيه قانون المسطره الجنائيه اما متهم اما ضحيه مطالب بحق مدني، ما كاينش بين المنزلتين. هادشي راه من الناحيه القانونيه هذه بديهيات كدرس في كليه الحقوق. استاذ كروت افاض في الامر وقال بالحرف وكنايدوا استاذ ديالنا وزميل ديالنا، راه اما الدافع على المتهم او الدافع على المضطرب بحق مدني، اما الدافع في صوره مغلفه هذا لا يجوز.